معايا عبر الهاتف الآن المحترم دكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور. أشكرك شكرا جزيلا زميلي وصديقي العزيز المتألق دائما أبدا الزميل كريم رمزي، بحييك وبحييك على حسك الوطني، يعني حضيف على كلامك المحترم اللي انت قلته دلوقتي. يعني الواحد لما بيبقى بيترأس بعثة لأي منتخب من المنتخبات في الخارج ويعزف السلام الوطني زي ما انت بتقول، أقسم لك بالله الحالة لا يعلمها إلا اللي موجود فيها، بتبقى في حالة ان انت اندماج وحبك لوطنك وان انت مسؤول عن نشيد وطنك وان انت مسؤول عن نتيجة تفرح بلدك، بتبقى واقف أثناء عزف النشيد الوطني وانت بترتجف وممكن بتبكي. دي كلها أمور للي يعرف معنى الوطنية، أمور للي يعرف قيمة الوطن، قيمة العلم اللي انت واقف بتأدي له التحية، لان هي دي مصر اللي خيرها على الجميع، وهي دي مصر اللي احنا دايما بنقول دائما وابدا صاحبة الحضارة وصاحبة الثقافة، ومصر اللي دايما بنتغنى بيها في كل مكان. فمرة تانية انا بحييك على العرض الممتع، ودايما ان شاء الله باذن الله نصوب اي خطأ موجود، وده دورنا كاعلام ودورك كاعلام ومنبر اعلامي محترم ان احنا اي حاجة فيها خطأ في الشارع ان احنا نعمل على تصويبه خلال الفترات دي ان شاء الله. عظيم. دكتور إيهاب، انا كمان من شوية كنت بتكلم على فكرة تسهيل المهمة او محاولة اظهار وكأن مهمة الوصول لكأس العالم سهلة وبسيطة، وان احنا بنلاقي منتخبات اقل من المنتخبات اللي احنا كنا بنواجهها في تصفيات قبل كده، وقلت ان الموضوع ما ينفعش ابدا نسهله كده، ولازم نبقى مركزين لحد نهاية التصفيات. واحنا ياما خرجنا من منتخبات بين قوسين كده كنا بنقول عليها منتخبات مش كبيرة او لها باع كبير في القارة الافريقية. رأي حضرتك ايه؟ مظبوط، كلام محترم ويحترم جدا جدا جدا. وده كان سعادتي لما كابتن حسام حسن في يوم وانا موجود في الاتحاد، يعني ما كنتش شفت كابتن حسام من فترة، فوقف معايا كابتن حسام، كان واقف معانا في التوقيت ده الزميل محمد عراقي وموجود اعتقد وليد مهدي وكابتن حسام. فقال يا دكتور احنا دلوقتي الناس كلها عماله تصب في اتجاه ان التصفيات سهله وان احنا واصلين لكاس العالم وان احنا بنقابل منتخبات ضعيفه، وده كلام عادي تماما من الصحه وخطا كبير جدا لو الصوره ديت هي اللي اتصدرت للمشهد الرياضي في مصر. وانا كنت مقتنع بكل كلمه بقولها الكابتن حسام حسن. مفيش حاجه دلوقتي في القاره الافريقيه او في كره القدم على وجه العموم حاجه اسمها سهله وصعبه. صح. الجهد والعرق داخل المستطيل الاخضر هو اللي بيسهل المباراه او بيصعب المباراه. احنا في 30 دقيقه احرزنا هدفين واضعنا هدف مؤكد ومحقق من امام عاشور وتصويبها بعد كده محمد صلاح كان في طريقها للجون، ولكن اتغير الحال تماما مع الشوط الثاني، وبوركينا فاسو اللي كانت متاخره بهدفين يعني احرزت هدف المنتخب المصري وكانت تحرز الهدف الثاني، وممكن الوضع كله يتقلب في لحظه واحده. ما عادش حاجه اسمها سهل وصعب. بوركينا فاسو اللي احنا من المنتخبات القويه غنيه بالثوره اللي احنا هنقابلها، كانت متقدمه على بوركينا على ارض بوركينا، هي طبعا بتلعب في المغرب وبعد كده نقلت مباراه المالي حتى الدقائق الاخيره من عمر اللقاء. تعال شوف بقيه المجموعات، شوف الاستغلال في المجموعات فين، شوف نيجيريا. دكتور إيهاب لو نسمع، لو تسمح الصوت بيقطع شويه، لو تسمح كده. طيب انا معاك، انا بس متحرك في العربيه انا اسف. لا ولا يهمك. زي ما بقول لك تكريم دلوقتي، يعني احنا الكوره ما فيهاش حاجه اسمها سهله، الكوره معناها ان انت تبذل اقصى ما في جهدك. 11 راجل يطلعوا كل ما لديهم من طاقه ومن جهد ومن عشان نقدر ان احنا نشهد الجماهير المصريه، وبالتالي انا كنت سعيد جدا بغش استاد القاهره في مباراة بوركينا فاسو دي، معناه ان انا بقول للمنتخب المصري احنا معاك واحنا وراك واحنا كلنا عاوزين نصل الى كاس العالم واحنا جايين مستنيكم في الهواء القادم. مباراة الغد زي مباراة صعبة، ان انت بتقابل منتخب هو المنتخب الثاني في ترتيب وراك بخمس نقاط، يهمه جدا وهو وصل جماهيره للحصول على نقاط المباراة الثلاثة عشان يصل الى النقطة الثمانية ويبقى فرق بينك وبين نقطة واحدة، وده لكن نتمنى ان احنا نحصل وبالتالي نصل للنقطه 12 نكون ان احنا اقتربنا خطوات في مشوار التاهل لكاس العالم.
للمباريات المتبقيه للمنتخب المصري. فان شاء الله باذن الله انا نفسي بكره ان شاء الله نشوف مباراه كبيره من منتخبنا، وده اللي باكد عليه كابتن حسام حسن سواء كان في التمرين النهارده او في محاضراته، ولاعيبه منتخب مصر مركزه جدا يا كريم جدا جدا في الخروج بالمباراه بكره بافضل نتيجه تحقق لصالح المنتخب. دكتور ايهاب، احنا وصلنا ان الملعب مش افضل شيء، الرطوبه عاليه، الوضع بالنسبه لملعب المباراه عامل ازاي؟ انا معاك، انا النهارده كنت في اتصال مع الاستاذ جمال علان بعد التمرين، كان هو وصل فوق، وكنت اتصل معاه بالامس بعد ما وصلوا ايضا، قال لي درجه الحراره حدود 32 درجه في رطوبه، ارضيه الملعب مش افضل حالا، يعني مش اللي هي تديك اريحيه اللي انت تلعب الكره اللي انت عايزها، لكن بكل تاكيد الملعب علينا وعليهم، وان شاء الله باذن الله عندنا من الخبرات ما يكفي ان شاء الله احنا نتعامل مع اي اجواء، وباذن الله باذن الله المباراه طبعا هتكون بتوقيت الساعه 7 هنا، توقيت 4 بتوقيت غينيا في الساوي، الساعه 4 العصر زي ما بنقول في عز الظهر. صحيح. طيب دكتور ايهاب، عايز اخدك كمان بقى الموضوع في منتهى الاهميه، وهو مستحقات فيتوريا. كل يوم بنقرا خبر، كل يوم بنسمع حكايه، الوضع بالنسبه لمستحقات فيتوريا في الوقت الحالي. لا يعني انا عاوز اقول لك خد مني بنسبه 90-95% الموضوع يعني منتهي، وصل له جزء كبير جدا او وصل له اللي احنا كنا متفقين عليه، لكن هو كان طالب مبلغ ممكن يصل ل 50 او 65 الف دولار اضافيه وجاري التفاوض فيهم، لكن يعني انا بقول لك بنسبه 95 الموضوع مقفول ومفيش مشكله. دكتور ايهاب، عشان سمعنا ارقام كتير، هو طالب ايه ووصل له كام؟ لا مش طالب، هو كان خد ثلاث شهور الشرط الجزائي زي ما قلنا تمام واعلنا، هو كان طالب فيهم 65 الف دولار، كان على ان انت يعني بدل ما هو طالب قيمه العقد كاملا، لا انا بقصد على ثلاث شهور 65 الف دولار، التفاوض شغال ولكن هو اخذ الثلاث شهور الشرط الجزائي بتاعه. عظيم جدا. حكايه ثانيه وهي حكايه برضو مهمه جدا، حكايه قصه حسين الشحات ومحمد الشيبي، تدخل اتحاد الكره في هذا الامر ايه، والوضع في الوقت الحالي عامل ازاي؟ مفيش قصه ولا حاجه، الامر اصبح معايا يعني بالنسبه لنا احنا خدنا القرار، شفنا ان الشيبي لجا الى المحاكم وده مخالف للوائح الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد المصري، الاتحاد كمان قال لك ان ده شيء داخلي، فكان قرار الاتحاد المصري لكره القدم بإيقافه ست مباريات وتقديمه 100,000 جنيه. أنا بتمنى إن القصة دي تنتهي على خير ما بين اللاعبين، وبتمنى كمان إن احنا في اتحاد مصر لكرة القدم، وبقولها لك في أخطاء كتيرة مش هقول لك لا، لكن لازم إن احنا نعدل اللوائح اللي موجودة داخل الاتحاد المصري بما يتناسب مع جرم أي عقوبة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارج المستطيل الأخضر، وده اللي احنا شغالين عليه كويس جدا عشان ما نسمحش بعوده مثل هذه الامور الى الساحه الرياضيه مره ثانيه ان شاء الله، وباكد لك ان اللوائح اللي هتبدا الموسم القادم كلنا عاكفين على ان احنا يكون عندنا افضل لائحه نشتغل بها الموسم القادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دكتور ايهاب، هل الموسم القادم في اي استثنائيه في اي شيء؟ هل هيبقى موسم او نظام بشكل جديد، ولا احنا زي مكملين زي ما احنا عادي؟ يعني انت عارف ان الدوري العام هو اختصاص رابطه الانديه، ولكن كلامنا طبعا الموجود السيد عامر حسين كعضو مجلس اداره الاتحاد ومشرف على المسابقات، وايضا في الرابطه كمشرف على المسابقات، فانا كل الاتجاه اللي انا وصلني ان الموسم القادم هيكون موسم استثنائي، ممكن نلاقي ما طبق في دوري المحترفين الموسم ده موجود في الدوري العام الموسم القادم، واعتقد ده اعلنه النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، ده عشان نصل الى حد فاصل بقى، يعني خلاص كفايه اللي احنا فيه على مدار سنوات عديده بسبب الموسم بتاع كورونا، لازم يكون في حد فاصل ويكون في موسم استثنائي عشان نعيد المسابقات الى مسارها الطبيعي مره ثانيه، لقينا زي كل دول العالم تبدا في ميعاد وتنتهي في ميعاد في موعد محدد، واعتقد ان احنا لو عملنا كده يبقى بنرجع المسابقات لمسارها الطبيعي ان شاء الله باذن الله. لجنه الحكام بقياده بريرا، هل في اعاده تقييم ليها ولا مكملين عادي الموسم القادم؟ لغايه احنا اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها الراجل بيتم العادي تمام، هل هيتم تجديد لمستر بريرا؟ ده تم بيتم بحث طبعا في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن ده هيكون مع نهايه الموسم ان شاء الله، هيتم تقييم الامور كامله وبعدين هنطلع القرار اما باستمرار مستر بريرا او عدمه، ولكن الامر ده لسه يعني. دكتور ايهاب، هل انتوا في هذه اللحظه راضيين على اداء لجنه الحكام؟ لا اخفيك، ممكن اقول لك ان ممكن يكون الاتجاه داخل الاتحاد على تجديد المستر بريرا.
لا تاني يا دكتور معلش الصوت كان راح، اتفضل. بقول لك لا اخفيك ان ممكن يكون الاتجاه مستقبلا على تجديد لمستر دريف. انا هقول لك حاجه بس بصفتك. تجديد التجديد ليه؟ انا هقول لك هقول لك ليه برضه عشان ما نظلمش الرد. احنا عندنا نخبه من الحكام المحترمين جدا، حكامنا الدوليين اللي مشرفينا طبعا في المحافل الدوليه والقاريه لا خلاف على كده. الدوري في المواسم الماضيه او الدوريات المختلفه كان بيديرها عدد محدد جدا من الحكام. يعني مثلا الحكم اللي موجود في الدوري الممتاز بتلاقيه هو اللي بيحكم في القسم الثاني، بيحكم في القسم الثالث، وبالتالي كنت تيجي مع نهايه المسابقه يطلع لك حكم او اثنين تشوفهم في مباراه او في اثنين في الدوري الممتاز. وكان نفس الوجود. دلوقتي انت مع التصنيف اللي كان فيه اعتراض، في ناس اتظلمت في التصنيف، لكن نعيد اعاده الموضوع بتاع التصنيف بما لا يظلم فيه احد، ده المطلوب. لكن انا دلوقتي عندك دوري المحترفين افرز لك عدد من الحكام المحترمين جدا، دوري القسم الثالث افرز لك عدد من الحكام المحترمين جدا، فبقى عندك توسع للقاعده اللي موجوده في عدد الحكام، بقى عندك عدد حكام كبير اللي موجود فوق في الدوري الممتاز والحكام الدوليين، اضافه الى عدد مميز كمان جديد في حكام دوري المحترفين، عدد مميز في حكام القسم الثاني والقسم الثالث، فانت وسعت القاعده وده ما كانش موجود قبل كده. يبقى انا دلوقتي المطلوب مني ان انا اقيم التجربه، اشوف التصنيف من ظلم من التصنيف نعيده مره ثانيه ونشوف ازاي نعيده لمساره الطبيعي، لكن على المستوى العام عندك زياده في القاعده اللي موجوده في عدد الحكام والمساعدين، ودي ما كانتش موجوده قبل كده في الدوري المصري في مختلف درجات. صحيح. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله المفيده كالعاده.